اهلا بكم مع اكسيد مهند 050-516-3525. اليوم احنا معانا الاستاذ احمد. ازيك استاذ احمد؟ الحمد لله. كيف حالك؟ صباح الحمد لله، كله تمام. تري بيان تري بيان صباح بيان. جو سي تري كونتون دو سيت فيكول. لا لا خلاص بقى، انت ما صدقت فتحت في الفريش. I'm very happy with this car. طب يلا حلو ممتاز. ايه انطباعك عن السيارة؟ انا والله ما شاء الله، انا اول مرة ركبتها والله اتفاجأت كثير. كانت مفاجأة. اخذت واحدة المفاجأة، اخذت واحدة المفاجأة مشيت معاك وجابت لك سيارة. مش عايز اروح لحد ما استلم خلاص. خلاص انا لا انا 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 في مفاوضات عشان الوقت الاستلام السريع. الاستلام السريع مستعجل عليها ان شاء الله. انا كل ستاف هنا ثاني ما شاء الله. حلو حلو. زي الاكويبمنت هنا. يلا ما شاء الله. سياره ار اكس اللي هي الموديل 25. اي واخد اللكشري. لكشري نفس الداخليه دي، نفس الداخليه الاحمر مع كل السيفتي ادفانس باكج مع البلت ان نافيجيشن، الواي فاي والانترنت. صح الانترنت، سوري، الابل كار بلاي والاندرويد اوتو الوايرلس. مظبوط. يس تمام. طب يلا خلاص، حتى بقى هنبقى نسالك عن انطباعك عن السياره بعد ما تستلمها. اكيد لازم. مهندس احمد، مهندس احمد عنده خبره كمان كويسه في الموضوع وهيفيدنا اكتر كمان. طب يلا ان شاء الله. ممتاز ممتاز. اوكي، وده محمد. محمد ايه؟ محمد رمضان. كام رقمك يا محمد رمضان؟ 0567-220-550. يلا اوكي شكرا، لو احتجتوا اي حاجه اتصلوا على محمد. والف مبروك يا استاذ احمد. اوكي يلا شكرا.